اوريدي. الحقيقة المحاضرة دي بتكتسب أهمية كبيرة جدا جدا في هذه المرحلة اللي بتمر بيها مصر. احنا كلنا دائما بنتكلم على عجز الموازنة، وهو عجز مزمن، ودايما بيضطرنا إلى الدين الداخلي والدين الخارجي، وبالتالي بتيجي هنا أهمية كفاءة الإنفاق وأهمية ترشيد الإنفاق، ولن يحقق ذلك إلا استخدام موازنة البرامج والأداء. احنا النهاردة هنتعرف على مفهوم موازنة البرامج والأداء، هنتعرف على أهميتها، هنتعرف على لو احنا في مصر عايزين ننفذها بكفاءة ايه الخطوات اللي هنتبعها لتحقيق ذلك. فبداية، مفهوم موازنة البرامج والأداء هي خطة أو برنامج بتهدف إلى تحقيق مجموعة أهداف طويلة الأجل وقصيرة ومتوسطة الأجل. يعني هو دي جزء مهم جدا من موازنة البرامج والأداء، إن أنا لما اجي مثلا هندي مثال للتعليم، لو انا حاجه اقول ان انا عايزه الطالب اما يتخرج من سنه سته ابتدائي، يبقى انا بتكلم على المرحله الابتدائيه، يبقى هنا عندي هدف طويل الاجل اللي هو الطالب لما يتخرج بعد الست سنين، وعندي هدف متوسط الاجل ان انا اقيس الاداء اللي انا بعمله بعد 3 سنين، وعندي هدف قصير الاجل اللي هو ان انا اقيم كل سنه دون أن يتحقق التكامل بين الـ الأهداف المتوسطة وقصيرة وطويلة الأجل، مش هقدر أحقق في النهاية الـ التأثير اللي أنا عايزاه، من حيث أنه بنهاية المرحلة الابتدائية أنا عايزة طالب الابتدائي يتوفر فيه 1 2 3 4. وبالتالي هنا أول نقطة بنتكلم فيها هي موضوع الأهداف، وهنا مهم قوي هنستخدم تعبيرات غاية في الأهمية. اللي طويل الأجل هيبقى الإمباكت، ومتوسط الأجل هيبقى الأوتكم، وقصير الأجل هيبقى الأوتبوت، يعني المخرجات دي القصيرة الأجل، النواتج دي متوسطة، ثم الأثر هو الإمباكت اللي هو في نهاية ال6 سنوات. ده هيتطلب مني إيه؟ هيتطلب مني إن أنا عشان أغطي الطالب في ال6 سنين دول ويخرج لي بالنتيجة اللي أنا عايزاه، هبتدي أسأل مين الوحدة التنظيمية اللي هتحقق ده؟ فهبتدي أقول الوحدة التنظيمية بتاعتي هي الفصل اللي جوه مدرسة، يبقى هبتدي أجيب الفصل ده والمدرسة دي، وابتدي أقسم كل يعني من يقوم بدور إلى اختصاصات وبرامج وأنشطة. بعد ما حددت الاختصاصات والبرامج والأنشطة، هبتدي أقول طب كل اختصاص من ده هيتكلف إيه، يبقى ابتدي أحدد كل التكاليف إيه المرتبطة بكده، وحدد قدام التكاليف النواتج أو العوائد المتحققة. وبالتالي هنا هيبقى أهم متطلبات موازنة البرامج والأداء إن أنا أدرس الهيكل التنظيمي، أحدد الأهداف اللي هي طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل، أربط الأهداف بالاختصاصات، الأهداف الفرعية بقى هي الأهداف المرتبطة بالأهداف العامة، أقسم البرامج إلى مشروعات مرتبطة بتكلفة رأسمالية، وهيكون عندي كمان مصروفات جارية. بعد كده مفروض أننا زي ما اتفقنا هنحدد كل التكاليف والعوائد المتوقعة لكل نشاط، وبعدين أهم شيء أحط نظام مهم جدا للمتابعة والتقويم عشان أبتدي أحدد لو حصل أي انحراف عن الهدف أو حصل أي معوقات تؤثر على تحقيق الهدف، أحاول أن أنا أزلل هذه المعوقات للوصول إلى النتائج المطلوبة. ده هيتطلب مني بعدين مهمين بيلخصوا الكلام اللي احنا قلناه، اللي هو البعد الاول ان العلاقه بين موازنه البرامج والاداء والهيكل التنظيمي هيكون لها اهميه كبيره من حيث تحديد الاختصاصات وتقسيمها وتقسيم البرامج الى انشطه ومشروعات. البعد الثاني هو ان انا مهم جدا ان انا اميز بين مفهوم الكفاءه والفاعليه. فالكفاءه هو ان انا أحقق المستهدف من البرامج اللي أنا بقوم بتنفيذها، لكن الفاعلية بقى هي إن أنا أحقق المستهدف بأقل تكلفة ممكنة. هنبدأ الآن، إحنا عندنا 10 خطوات رئيسية لتطبيق موازنة البرامج والأداء. الخطوة الأولى هي تحديد طبيعة المشكلة والأهداف المطلوبة،
وطبعا هنا المشكلة دي بتبتدي التساؤل المهم، أنا منين بعرف المشكلة؟ أنا بعرف المشكلة إما من نطاق البرلمانيين الموجودين في نطاق مكان معين، أنا بعرف المشكلة من خلال شكاوى المواطنين، فبعرف إن عندي مشكلة. زي مثلا إن أنا أعرف إن في منطقة ما فيها زيادة في أعداد الأميين أو الأميات، في هذه الحالة أنا عرفت إن عندي مشكلة موجودة في هذه المنطقة، فببتدي أقول إن أنا لابد من إن أنا عشان أحقق أهدافي أستهدف هذه المشكلة. الخطوة الثانية إن أنا أبتدي أحدد مؤشرات قياس العائد، وده لازم يكون مقياس رقمي. يعني على سبيل المثال هو إن أنا لو أنا جيت قلت إن أنا في منطقة ما، نفرض إنها منطقة عشوائية، أنا لاحظت إن في ارتفاع في مستوى الأميات، وبالتالي أنا قلت إن الأمية الفتاة في هذه المنطقة هي ظاهرة خطيرة وأنا هحب إن أنا أستهدفها. ففي هذه الحالة لو أنا لابد إن أنا أحدد إيه هو مستوى الأمية للفتيات، يعني لازم يبقى عندي أرقام واضحة، فأقول مثلا إن في منطقة ما لو مستوى الأمية للمرأة والفتاة 60% مثلا من المنطقة دي، فيبقى لابد إن أنا ابتدي احدد. طب لو انا عايز استهدف اقلل 60%، هقدر في مدى زمني قد ايه انزلها الى 50 ثم الى 40 ثم الى 30 تمهيدا للقضاء عليها. فمن هنا بتيجي اهميه الخطوه الثانيه اللي هي تحديد مؤشرات قياس العائد، اللي لازم يكون الهدف بتاعي مقياس رقمي. اقول ان انا السنه الاولى هنقص مثلا معدل الاميه من 60% مثلا الى 50 او الى 45%. الخطوة الثالثة بقى ابتدي اشوف الوضع، اطبق المؤشرات على اداء الوضع الحالي. يعني دي مهمة جدا، تقييم الوضع الحالي. تقييم الوضع الحالي هو ان انا ايه، ان انا في المنطقة دي هبتدي اقول ايه سبب الامية، عشان طبعا لما اجي اعالج واحط الخطة لمواجهة الامية لابد ان يكون عندي تحديد واضح لاسباب الامية. فده توصيف الوضع الموجود، ان نسبة 60% لأمية الفتيات دي سببها ايه؟ سببها اجتماعي، ان الاب او الزوج ما بيرتوش يعلموا يعني اهاليهم، سببها اقتصادي، ان مفيش يعني انفاق او قدرة على الانفاق تؤهل لعملية التعليم. وبالتالي ليه لازم احدد المشكلة؟ عشان لما احط نقاط الحلول لابد ان تكون حلول واقعية وتحقق النتائج المستهدفة. وانا بوصف الوضع مهم قوي ان انا الجأ الى البيانات. ففي نوعين من البيانات، ممكن في بيانات اولية اللي هي اللي انا بنزل لارض الواقع بجيبها. يعني مثلا من الطبيعي في حالة مثال اللي انا بذكره على امية الفتيات، ان انا نزل ناس يبتدوا يحصروا وضع امية الفتيات والسيدات بشكل مباشر على ارض الواقع من بطرق الاحصاء المعروفة، فدي هتساعدني جدا في ان انا احط الخطة الصح. البيانات السنوية هي ان انا بقى ارجع الى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، واشوف المنطقة دي الامية فيها ايه واوضاعها ايه وامية الذكور والاناثة. دي بيانات متاحة عندي اقدر ارجع لها فورا، لكن الاولية بتحتاج مزيد من الجهد. الخطوة الرابعة هي ان انا احدد السياسات. يعني ابتدي اقول والله انا عشان اواجه الامية هرجع مثلا انا ايه الاليات الموجودة عندي، مدرسة الفصل الواحد، مدرسة المجتمع، قد تكون الوسيلة الاكثر كفاءة وفعالية هي مدرسة المجتمع لان فيها اناث فقط، وبالتالي ده قد يسهل من تحقيقي لهدفي لو كان هناك ابعاد اجتماعية مؤثرة بتاعه. الخطوة الخامسة هبتدي احدد، وده داخل فيها الكلام اللي لسه كنت بقوله، اولويات التنفيذ للسياسة، ان انا ابتدي احدد هستهدف، هبتدي بمين من الاميات وهستهدفهم ازاي. ده هيكون بقى البيانات اللي انا جمعتها من ارض الواقع هتساعدني في تحقيق هذا الهدف. الخطوة السادسة هي ان انا هبتدي انفذ بقى. في هذه المرحلة في خطوات للتنفيذ، احنا اتكلمنا على
اننا ايه هي المدخلات بتاعتنا. احنا اتكلمنا دلوقتي في المثل بتاعنا على مدارس المجتمع، هبتدي اشوف فين مدارس المجتمع الموجودة في المناطق القريبة من الفتيات والسيدات، ابتدي احددها عشان ابتدي اقول المدارس دي اللي هي تصلح، هل فيها الادوات اللي بتساعدها، فين المدرس او المدرسة بقى هنا اللي انا هقدر اجيبها، الانشطة يعني انا هحتاج المدرسة دي تقعد مع الفتيات دول كام ساعة في اليوم، والميعاد ازاي يتناسب مع ظروف الفتيات والسيدات دي عشان اقدر اضمن ان هم هيحضروا الفصول دي بشكل كفء وفعال. فده بقى هيتطلب ان انا اشوف نشاط التشغيل، هبتدي اقسم بقى لو انا حاطط الخطة بتاعتي خلال سنة، فهقسم السنة دي الى شهور، الشهر هيديني المخرجات اللي هي الاوتبوت، والنص السنة هتبقى هي النواتج، والأثر هيبقى في نهاية السنة أقول بقى إن أنا قدرت أخفض معدل أمية المجموعة اللي أنا بشتغل عليها دي، قدرت أخفض معدل الأمية بتاعتهم بإن أنا فعلا نجحت، بإن أنا من خلال مجموعة الفصول، يعني لو أنا هشغل 3 فصول 4 فصول 5 فصول، هقول أنا بستهدف قد إيه من حجم المشكلة، طب انا من خلال 5 6 فصول دول نجحت ان انا اقلل معدل الاميه بنسبه قد ايه، هو ده الامباكت اللي في النهايه. والسبعة هو ان انا ببتدي طول ما انا بشتغل ابلغ النتائج الى المستويات الاداريه العليا، ودي بتتطلب ان انا او بتساعدني بشكل كبير جدا ان انا يبقى عندي معلومات دايما عن البرنامج والتجربه، احل المشكلات اول باول، ان انا اشوف التوجهات الموجودة عند المرأة والفتيات في التعلم، ان انا ابتدي اشوف اهدافي بحققها بكفاءة ولا لا. الخطوة الثامنة هي ان انا ابتدي اعمل تقييم الاداء المستمر على النواتج والاثار، وانا عندي طرق كثيرة للتقييم، ممكن يبقى في تقييم سابق للتنفيذ اللي هو بقى ان انا حددت الموقف بتاعي بشكل جيد، في تقييم سلسلة الاداء اللي هو ان ابتدي اتتبع الفترات القصيرة مع المتوسطة مع الطويلة، ممكن اعمل تقييم مقارن، يعني ازاي؟ يعني ان انا اقارن مثلا مدرسة مجتمع في منطقة مع مدرسة مجتمع في منطقة تانية عشان اخلي في تنافس في الاداء، وبالتالي ده يديني نتائج افضل. الخطوة العاشرة هي ان انا مهم جدا يبقى عندي عملية تقييم مستمر للأداء وتصحيح، وده لا يتحقق الا من خلال نقاط كثيرة مهمة، الطلب على المعلومات، تحديد الادوار والمسؤوليات، يعني وانا بتكلم مهم جدا مثلا ان انا اشوف المدرسة في كل مدرسة المجتمع في انتظام في الدراسة، بيجوا في مواعيدهم، بيؤدوا الاداء بتاعهم بشكل كبير، هل بتقوم كل مدرسة بمسؤولياتها على الوجه الاكمل، هل في بقى مساءلة، يعني لو في تقصير من اي مدرسة في ادائها لمهامها لابد من محاسبتها. كل هذه النقاط لابد ان يكون في جهد كبير بيتم عشان نضمن وصول الى المخرجات ثم اللي هي في الفترة القصيرة، ثم النواتج اللي هي في الفترة المتوسطة، ثم الوصول الى الاثر النهائي.